أثابكم الله. يقول السائل: كيف أحافظ على مداومة الخشوع في الصلاة والتدبر في قراءة القرآن الكريم جزاكم الله خير؟ عود نفسك على هذا، عود نفسك على الخشوع وعلى تدبر القرآن، واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي أنت واقف بين يديه، واستعذ بالله من الشيطان في أول صلاتك بعد الاستفتاح. نعم.